مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. انا يمكن ده اول مؤتمر صحفي اعمله من ساعه ما توليت المسؤوليه، ففرصه بقى ان انا اتكلم معاكم في حاجات كتير. الاول انا هتكلم على اللي انا شفته النهارده ومدينه العالمين، قد ايه انا سعيده وفخوره باللي انا شفته النهارده من تنميه عمرانيه وتنميه بشريه. رحنا معارض ورحنا منطقه شاطئيه لذوي الهمم، في منطقة ألعاب، في مسارح، يعني تنمية بشرية من كافة الجهات، غير طبعا العمران اللي أنا شايفاه والتنمية اللي أنا شايفاها في المدينة. يمكن النهاردة نقدر نقول إن العالمين بقت يعني مدينة جاهزة للسياحة العالمية، فيها كل مقومات السياحة العالمية. أنا جيت هنا السنة اللي فاتت، بس كل سنة باجي بلاقي الدنيا اتغيرت خالص. سعيدة بالتنمية اللي أنا بشوفها. كمان زي ما بيقولوا كده، هو من السهل ان احنا نحلم، بس من الصعب ان احنا نحقق الحلم. بس لو في ارادة وتخطيط، احنا بالتخطيط والارادة احنا حققنا الحلم ده. يمكن كانت القيادة السياسية ليها ارادة قوية انها تطور الساحل الشمالي وتطور مدينة العالمين، وبالفعل ده حصل في وقت قصير جدا، وشفنا النهاردة مدينة العالمين بالجمال ده. النهاردة نقدر نقول إن مدينة العالمين هي درة البحر المتوسط، وكمان باللي احنا شفناه النهاردة ده احنا قدرنا، مصر قدرت انها تحول أرض الألغام إلى أرض أحلام. كمان أنا بشكر جدا الشركة المتحدة والأستاذ عمرو الفقي، لأن إن احنا عملوا مجهود كبير جدا، عملوا تنسيق هايل مع المؤسسات والوزارات المختلفة عشان نظهر مدينة العالمين والتطوير اللي حصل فيها. كمان يمكن مهرجان في نسخته الثانية، مهرجان العالمين في نسخته الثانية اتطور كتير، بقى في أفكار جديدة، في حاجات مميزة. كمان بيسلط الضوء على مدينة العالمين، بيروج للاستثمار، بيروج للسياحة، وكمان بيجذب الأنظار لمصر، وإنهم يعني يبقى العالم كله عارف إن مصر فيها مدينة زي مدينة العالمين. أقدر النهاردة، عشان ده يمكن أول مؤتمر صحفي أنا أعمله وأنا وزيرة التنمية المحلية، عايزة أتكلم كتير على بعض الملفات اللي عندنا في الوزارة. يمكن أنتم ما تكونوش تعرفوها أو ما عندكوش يعني علم بإن إحنا بنخطط لإيه أو إيه الأفكار الجديدة اللي عندنا. الأول أنا أول سيدة أبقى وزيرة التنمية المحلية، فأنا بشكر القيادة السياسية جدا على الثقة الكبيرة، ويمكن وسام على صدري إن أنا أكون أول امرأة جلست على مقعد وزارة التنمية المحلية منذ إنشائها. يعني الثقة اللي ادتها لي القيادة السياسية دي خلتني أبقى عندي مسؤولية كبيرة قوي، ان انا ازاي اقدر اغير، ازاي اقدر اشتغل، اعمل مجهود كبير جدا ان انا ارضي المواطنين كلهم في كل المحافظات. طبعا بشكر سيادة الرئيس كمان على انه ثقته في المرأة عامة وإيمانه بنجاحها، واحنا يمكن شايفين نجاح للمرأة في كافة المستويات وفي كافة الوظائف وفي جميع المؤسسات. كمان يمكن كنا زمان بنسمع عن تمكين المرأة، ده بقالنا زمن يعني كان زي شعار نسمعه كده، في تمكين للمرأة تمكين للمرأة، لكن احنا دلوقتي لا، احنا شايفينه على أرض الواقع حقيقة. ويعني وأكبر مثال ليه اللي انتوا شايفين، ان بقى النهاردة بقى في وزير التنمية محلية. كان دايما وزارة التنمية المحلية دي لازم يقودها راجل ولازم تكون بوصفات معينة، فان احنا نثق ان احنا نحط سيدة تبقى وزير التنمية المحلية، فدي ثقة كبيرة جدا بنشكر القيادة السياسية عليها. من الملفات طبعا اللي بيتكلم كل المواطنين او اهالينا كلها في كل المحافظات عنها دلوقتي، هي مثلا التصالح. موضوع التصالح ده موضوع كبير جدا احنا بنتكلم فيه بقى لنا مدة، ويمكن سيادة الرئيس برضو بيهمه جدا ملف التصالح ده، ويمكن من اولويات الملفات اللي لوزارة التنمية المحلية. حتى يمكن بعد حلف اليمين كان في توجيهات لسيادته مع السادة المحافظين ان احنا نسرع من ملف التصالح، وان عندنا تسهيل على المواطنين شوية.
القانون بتاع التصالح كان يمكن فيه شوية سلبيات في الأول، ولكن القانون الجديد للتصالح سهل شوية على المواطنين موضوع التصالح. حاولنا ان احنا في القانون الجديد يبقى فيه حوكمة ويبقى فيه منظومة إلكترونية ما تخليش فيه اي تعامل للمواطن مع الموظفين، فمنع للفساد ويبقى فيه اي مشاكل يعني، فخليناها منظومة محكمة جدا. يمكن برضو بقى اسهل ان انت بتخش مركز تكنولوجي لكل حي او كل مدينة من اول ما بتبدا انت في ميكنة، من اول ما بتبدا لحد ما بتخلص التصالح بتاعك. ده بقى أسهل دلوقتي، وإحنا بالاشتراك طبعا مع برضو الشركة المتحدة عندنا إن شاء الله الشهر ده هنطلق حملة إعلامية كبيرة جدا نوعي المواطنين بأهمية التصالح، إن إزاي التصالح ده بيحمي ممتلكات المواطن نفسه وبيحمي الثروة العقارية بتاعته، وفي نفس الوقت بيرجع حق الدولة، وحق الدولة ده لما يرجع المبالغ اللي بتاخدها الدولة دي هو تصرفها تاني برضو على التنمية وعلى الخدمات اللي بتقدمها للمواطن. فبرضو بنديله برضو في الحملة الإعلانية دي إزاي برضو التصالح بقى بسيط، ما بقاش فيه مشاكل زي الأول، ما بقاش فيه سلبيات زي الأول، إن هو سهل جدا إنه يقدم وسهل جدا إنه يتصالح على الوحدة بتاعته. الحملة الإعلانية دي إن شاء الله هتبقى موجودة على في التلفزيون على كل القنوات، بتبقى موجودة في الراديو وكمان في التواصل الاجتماعي. كمان في برضو خبر كويس إن إحنا بنحاول دلوقتي نسهل على المواطن كمان إن هو إزاي يستخرج رخصة البناء بتاعته. إحنا كنا بندرس دوت طبعا تبع توجيهات القيادة السياسية إن إحنا نسهل على المواطنين، فكنا لقينا ان عشان المواطن يروح يطلع رخصة بناء لازم يمشي ب 26 خطوة، 26 موضوع علشان يطلع رخصة بناء. احنا في الفترة اللي فاتت دي احنا اختزلنا 26 دول، خليناهم 8 خطوات بس، سهلنا جدا على المواطن. الحاجة التانية ان احنا بنشتغل دلوقتي كمان على الاشتراطات البنائية، ودي برضو كانت عاملة عائق شوية للتنمية والمعمار، يمكن دلوقتي احنا بنسهلها خالص الاشتراطات البنائية، وهتتعرض ان شاء الله قريب وعلى سيادة الرئيس وهننشرها في الاعلام، وبرضو ده بمساعدة برضو الشركة المتحدة نحاول نعرف الناس كلها ازاي الاشتراطات البنائية اتغيرت وازاي بقى سهل على اي مواطن دلوقتي يطلع رخصة، ما عادش فيه المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده. كمان عندنا بحب أكلمكم برضو، أنا أحب أعرف كل الموجودين، يمكن أنتم في حاجات كتيرة يعني ما سمعتوش عنها، إن احنا عندنا ملف مهم جدا في الفترة اللي جاية اللي هو المنتدى الحضري العالمي. المنتدى الحضري العالمي ده هيكون في شهر نوفمبر، ده بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وزارة الإسكان وزارة الخارجية وتحت متابعة طبعا دولة رئيس الوزراء. المنتدى ده على خريطة الأمم المتحدة يمكن تاني أهم ملف بعد الكوب، تاني أهم حدث يعني. يمكن مصر فازت أن يكون عندها المنتدى ده يتعمله في شهر نوفمبر نتيجة لنجاحها اللي حققته في الكوب 27. احنا بنعد ليه دلوقتي، وكان عندنا اجتماع مع الامم المتحده للمستوطنات اللي هي اليو ان هابيتات، وهي دي معانا في المنتدى. طيب ايه اهميه المنتدى ده لمصر، او لو عملنا المنتدى ده وكان وهو بالاهميه دي ايه اهميته بقى لمصر؟ احنا عندنا المنتدى ده يمكن بيعمل ثلاث حاجات مهمين جدا، بيزود الوعي بالتنميه الحضريه المستدامه، الحاجة التانية إن هو بي 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 بيعمل يعني نقدر بيعرف الناس إزاي نقدر نعمل تكامل ما بين الحكومة وما بين المجتمع المدني. الحاجة الأهم بقى إن إحنا عندنا تجربة حلوة جدا في مصر لازم نوريها للعالم كله، اللي هي تجربة التنمية الحضرية اللي عندنا والقضاء على العشوائيات. يمكن انتوا كنتوا صغيرين شويه لما كنا من 10 12 سنه كده، كنا كل محافظه في مصر فيها عشش، فيها عشوائيات شكلها سيء جدا، ما عندهمش اي مرافق، ما عندهمش اي خدمات، ده كان متمركز في كل محافظه. النهارده احنا نقدر نقول ان مصر خاليه من العشوائيات، ودي تجربه حققناها في وقت قصير جدا،
10 سنين ده وقت قصير جدا عشان ان احنا نقدر نقضي على كل العشوائيات الموجوده في كل المحافظات ونبذل المجهود الكبير ده. وده كان طبعا تحت قياده سياده الرئيس، وكان يعني خطوه جريئه جدا ان احنا نخش في ملف العشوائيات ده. فالتجربه دي مهمه قوي ان احنا نعرضها على العالم، وده هنعمله فعلا في المنتدى، وكمان يعني نبرز ان التجربه دي كانت ناجحه عندنا في مصر وحققت نجاح كتير وحققت كمان عيشه ادميه لناس كتير جدا. الحاجه الثانيه ان برضو عندنا من الملفات المهمه في التنميه المحليه ملف القيادات. نحن دايما شايفين ان في قيادات المحليات، يعني في كتير من المحافظات ما فيهاش رؤساء مدن ورؤساء احياء، فاحنا عملنا كان لجنه عليا للقيادات الفتره اللي فاتت دي، واتقدم 1500 قياده وتم اختيار 91 متقدم، وان شاء الله احنا هننزلهم يعني للمحافظات علشان يشتغلوا رؤساء مدن ورؤساء احياء. وخلال الساعات القادمه دي في حركه كبيره جدا السكرتير العمومي والسكرتير المساعدين في المحافظات كلها علشان نسهل على خدمه المواطنين وتحسين الخدمه وكمان ضخ دماء جديده في المحافظات. من كمان برضو الملفات المهمه بالنسبه للتنميه المحليه ملف التدريب المحليات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا في المحافظات كلها موظفين على درجات مختلفه. الدرجات الموظفين دول محتاجين انهم يتدربوا. طيب احنا بندرب بقالنا فتره كبيره وبيبقى عندنا خطه للتدريب. الخطه دي التدريب ده ممكن بيتعمل عندنا في مركز كبير اسمه مركز سقاره، ده موجود في الجيزه. المركز ده بيدرب كل القيادات المحليه في كل المحافظات. ولكن يمكن كان في زياره كده قريب عملتها لمركز سقاره، حسينا ان هو محتاج تطوير كتير جدا، فاحنا هنبدا نطور مش بس تطوير في المباني ولا تطوير في الاجهزه ولا تطوير في المعيشه، لان هو طبعا من المحافظات التانيه في ناس بتيجي تعيش في مركز سقاره ده اسبوعين وثلاثه بياخدوا الدوره التدريبيه. ولكن احنا هنحاول ان احنا نعمل كمان نظام للتدريب مختلف، ونعمل ماده التدريب نفسها ازاي تكون دسمه ومفيده، نغير المحتوى التدريبي كله، لأن مركز سقارة ده هو الذراع التدريبي للوزارة كلها. وإحنا طبعا هنعمل ده بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهنشرك برضو أساتذة من الجامعات عشان نقدر نطلع مخرج كويس. إحنا في الفترة اللي فاتت دي عملنا اتفاقيات مع دول أسيوية ودول أوروبية، وصفرنا عدد كبير جدا من الموظفين في كافة المحافظات عشان يتدربوا في البلاد دي، وفعلا الناس راحت، واحنا بنعمل زي تبادل دلوقتي، بنودي ناس البلاد دي، وفي برضو افارقه بيجوا يتدربوا عندنا في مركز سقاره. من الحاجات برضو المهمه اللي برضو احب ان انا اقول لكم وزاره التنميه المحليه بتشتغل فيها هو حياه كريمه. طبعا اكيد كلكم سمعتوا عن مبادره حياه كريمه، دي مبادره رئاسيه مهمه جدا، ويمكن تكون من اكبر المبادرات التنمويه في تاريخ مصر. في المرحله الاولى من حياه كريمه احنا اشتغلنا على 1477 قريه. انتهينا من مشاريع كتيره جدا، تقريبا في المرحله الاولى احنا وصلنا لان احنا نبقى عندنا 27000 مشروع. فطبعا ده رقم كبير جدا. هتقولوا الرقم ده في ايه؟ في مشاريع صرف صحي، مشاريع كهرباء، غاز، نت، انشاء مساكن، سكن كريم، انشاء مجمعات حكوميه، انشاء مجمعات زراعيه، انشاء وحدات صحيه، انشاء مدارس. احنا تقريبا كده ما كناش بنطلع من القريه غير لما تكون مكتمله في كل حاجه. طيب احنا كوزارة التنمية المحلية عندنا وحدة مركزية، الوحدة دي بتنزل المحافظات كلها بتحاول انها تحل المشاكل اللي موجودة في المحافظات، بتساعدهم في تسهيل التعاون مع الجهات التانية في حل المشكلات. كمان وزارة التنمية المحلية انشأت في المرحلة الأولى 332 مركز حكومي وتم فرشه وتم تشغيله. في كمان 351 مشروع ما بين
مشاريع إطفاء حماية مدنية يعني، ومشاريع مواقف ومشاريع أسواق. طب المرحلة احنا انتهينا من المرحلة الأولى، احنا في النهايات للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هتشتغل بقى على 1637 قرية. عشان كده أنا بقول لكم ده أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، لأنه هو مشروع كبير جدا، بنعمل مشاريع في كافة الاتجاهات في المكان. كمان يعني الكوست بتاعه عالي جدا. المرحلة الثانية احنا بدأنا بنستعد ليها دلوقتي، ان احنا بنحضر الخرائط بتاعة الأحوزة العمرانية للكرة كوزارة التنمية المحلية. الحاجة الثانية ان احنا دايما كل محافظة بتوفر عدد من الأراضي عشان نقدر ان احنا نحط عليها المشاريع دي، المدارس او الوحدات الصحية او كده. احنا المحافظات وفرت 5000 قطعة أرض للمرحلة الثانية، واحنا في طريقنا ان احنا نبدأ نشتغل في المرحلة الثانية. احنا عندنا مستهدف لازم نحققه في المرحلة الثانية دي، وده مستهدف موجود في برنامج الحكومة. المستهدف ده ان احنا نعمل تكامل عمراني ما بين الريف والحضر، بمعنى ان احنا يبقى عندنا قرية، القرية دي هنخليها زي قرية رئيسية كده، بنعمل تحول ليها او تغيير ليها كامل، ان هي تكون فيها كل الخدمات اللي تتكامل مع المدينة، فنعمل تكامل عمراني ما بين الحضر والريف. وده يمكن المشروع اللي احنا نشتغل عليه المرحلة الجاية في حياة كريمة. طيب في ايه تاني؟ في التنمية المحلية مواضيع كتيرة ومختلفة ومتشعبة، زي مثلا برضو بتهم اهالينا ودايما بتسأل فيها، اللي هي الأحوزة العمرانية. دايما اهالينا في كل المحافظات عايزين نخلص الأحوزة العمرانية، النواب في مجلس الشعب برضو عايزين يخلص الأحوزة العمرانية. فطبعا احنا بنقول النهاردة ان احنا خلصنا 100% من الأحوزة العمرانية للمدن، اما بالنسبة للقرى احنا خلصنا 95% من الأحوزة العمرانية. واحنا دلوقتي بنشتغل على المخططات التفصيلية والمخططات الاستراتيجية للمدن وللقرى والعزب كمان، وصلنا يمكن لنسبة 93%. ده بنشتغله مع بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني. المشروع ده كان مهم جدا، المشروع ده بقاله سنين يمكن ما اشتغلناش فيه بالقوة دي وبالسرعة دي. احنا محتاجين ان احنا نخلص الأحوزة والمخططات، لان الأحوزة والمخططات بتفيدنا في حاجات كتير جدا، بتفيدنا في التصالح، بتفيدنا في المشاريع، بتفيدنا في الحدود حتى اللي ما بيننا وما بين بعضينا في المحافظات. يمكن ده اللي ممكن المشاريع اللي اقدر اكلمكم عنها، ولو انتم لو محتاجين اي اسئله انا تحت امركم. اتفضل. مساء الخير. الاول برحب بمعالي الدكتوره منال عواد وزيره التنميه المحليه، والحقيقة أنا عايز أقول إن ملف التنمية المحلية هو ملف بيمس كل مواطن، وإحنا دورنا كإعلام إن إحنا نوعي المواطن على حقوقه وإزاي نحافظ على ثروتنا العقارية. وإحنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية هيبقى فيه تعاون كبير مع معالي الوزيرة، وأنا بحييها كأول وزيرة للتنمية المحلية في مصر، وشكرا على حضورك النهاردة. اتفضل. مساء الخير، برحب بحضرتك. ندى سرور مراسلة اكسترا نيوز. كنت حابه اسال حضرتك عن تفاصيل اكتر عن المؤتمر الحضري اللي هيحصل ان شاء الله في شهر نوفمبر، عايزين نعرف اهم الاستعدادات لخروج بصوره مشرفه تليق بمصر. وهيكون فين حضرتك يعني؟ هو مكانه في القاهره، وهو يمكن احنا كنا قاعدين مع الامم المتحده المستوطنات المسؤولين عنها الاستاذه رانيا هدايه والمجموعه بتاعتها امبارح، وكان بيقولوا ان محافظه القاهره او مدينه القاهره، يعني محافظه القاهره او مدينه القاهره اكبر مدينه اتعمل فيها المؤتمر ده. كان دايما بيتعمل المؤتمر في مدن صغيره، فده اكبر مدينه اتعمل فيها المؤتمر. المؤتمر ده مهم جدا زي ما بقول لك، هو يمكن تاني مؤتمر من اهميته بالنسبه لاجنده الامم المتحده. احنا مستعد ليه من فتره، وان شاء الله هو هيكون في شهر 11. وزي ما قلت لك كده احنا هو مهم بالنسبه لمصر، ومصر فازت بيه لان هي حققت نجاح كبير
في مؤتمر الكوب 27. بنتمنى ان هو يطلع برضو بالشكل اللائق اللي طلع بيه مؤتمر المناخ، ويمكن زي ما قلت برضو في الاول ان مهم قوي ان احنا نتكلم على التنميه الحضريه، وتكون مصر عامله مؤتمر مهم زي ده، منتدى مهم زي ده للتنميه الحضريه بعد اللي شفناه من تنميه وتنميه عمرانيه وتنميه حضريه في كل المدن. برضو مهم جدا ان احنا زي ما قلت لكم برضو نطرح تجربتنا اللي اتعملت في التنميه الحضريه والعالم كله يشوفها. طبعا هيحضر المؤتمر ده ممثلين من الحكومات كلها وممثلين من المجتمع المدني، هيبقى فرصه كويسه ان احنا يكون عندنا وقت نعرض التنميه اللي حصلت في كل المدن زي العالمين زي العاصمه الاداريه زي كل المحافظات، حصل فيها على فكره اعمار هايل، حصل فيها تنميه كبيره جدا. احنا معانا مع اليو ان هابيتات او الامم المتحده للمستوطنات معاهم كذا مشروع بنشتغل عليه كتنميه محليه. عندنا ثلاث مشاريع، عندنا المشروع الاول بنشتغله في مدينه دهب، وده مشروع عن التنميه الحضريه المستدامه في مدينه دهب، وعندنا مشروع ثاني عن التخطيط الحضري والبنيه التحتيه، ده بنشتغله في دمياط وبنشتغله في قنا. انا كنت محافظ دمياط اللي ما يعرفش، انا وكنت بشتغل المشروع ده معاهم في دمياط. المشروع الثالث بقى اللي احنا بنشتغل، الموضوع الثالث اللي احنا بنشتغله معاهم هو الموضوع ده، وده يمكن موضوع مهم جدا، وفي الفتره اللي جايه هيبقى فيه المفروض ان احنا نعمل توعيه كبيره قوي للمؤتمر ونشتغل عليه مع وزاره الاسكان ووزاره الخارجيه، وطبعا تحت متابعه مجلس الوزراء. يمكن باقي وقت قصير، فاحنا في الفتره اللي جايه دي هتسمعوا عنه كتير وهتشوفونا كتير بنتكلم عنه في كل المحطات الاذاعيه وفي كل القنوات التلفزيونيه. معالي الوزير، انا برحب بحضرتك وبرحب استاذ عمرو احمد غنيم من قناه الحياه. بالتاكيد الكل تابع الجهود المبذوله والانجازات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت وما زالت مستمره من قبل المبادره الرئاسيه حياه كريمه، وايضا كمان التحالف الوطني. يمكن حضرتك اشرتي الى حياه كريمه وما تم وما سيتم خلال الفتره القادمه، عايزين نعرف لو تفاصيل اكتر من خلال حضرتك على المبادره الرئاسيه حياه كريمه، وايضا كمان الجهود اللي هتتم او الخطوات اللي هتتم من قبل حضراتكم في اطار جهود التحالف الوطني واستكمال جهوده وانجازاته في كافه القرى والمحافظات زي ما احنا تابعنا ومستمره لحد الان. يمكن كان عندنا اجتماع امبارح بالصدفه، يعني وانت بتتكلم على التحالف الوطني، احنا كان عندنا اجتماع امبارح مع التحالف الوطني في وزاره التنميه المحليه، وكان السفيره نبيله مكرم موجوده مع المجموعه بتاعتها. احنا كنا بنتكلم على التنميه البشريه، احنا ازاي نشتغل في قرى حياه كريمه المرحله الاولى اللي خلصت، يعني ان في مباني بنبحث عن مباني يعني في المرحله الاولى علشان هنعمل شغل فيها للتحالف. طيب ده ايه من ناحيه التنميه البشريه؟ احنا ممكن نشتغل في الكرة دي حضانات، ممكن نشتغل في الكرة دي. يمكن في فكره كده ان دايما الكرة المدارس اللي فيها كثافه، ويمكن الطفل ما بيخشش كي جي 1 وكي جي 2، بيخش على اولى ابتدائي على طول، وده بيبقى ليه يعني الدراسات بتقول ان الطفل لازم ياخد مرحله الكيجيهات دي عشان يتعلم ازاي يكتب ويتهيأ نفسيا وكده. ففكرنا برضو معاهم مع التحالف الوطني ان احنا نعمل اماكن للمدارس، الاماكن الكره يعني اللي فيها كثافه في المدارس، ان احنا نعمل اماكن علشان نعلم التلاميذ دول وندخلهم كي جي 1 وكي جي 2. الاماكن دي مش لازم تكون مدرسه، ممكن ناخدهم في مركز شباب، ممكن ناخدهم في اماكن تتبع وزاره التضامن، وده هيبقى بالتعاون مع وزاره التضامن كمان. فكره فكرنا فيها، كمان عايزين نعمل حضانات، كمان عايزين نعمل مشاغل للسيدات عشان تمكين المراه، بنعمل لهم يعني مكان ان هو يعرضوا فيه منتجاتهم ويتعلموا فيها حرف، ده مهم برضو لتمكين المراه في الكوره دي. فكان عندنا فتحنا مواضيع كتيره وحبينا ان احنا نركز في حاجات معينه. ففي ان شاء الله لقاء تاني جاي ان احنا هنتعامل مع التحالف ان احنا ازاي هنبدا بالمرحله الاولى او بالقرى اللي اتكلمنا عنها اللي هي 1477 قريه اللي انتهينا منهم، وازاي نبدا نعد للمرحله الثانيه في حياه كريمه.
طبعا هم بيشتغلوا التحالف بيشتغل معانا من وقت كتير جدا بالقوافل اللي بيعملها بالمساعدات، ولكن احنا هنبدا بقى نشتغل كتنميه بشريه، وده مهم برضو لان زي ما شفنا كده الدوله بقت مهتمه قوي بالتنميه الصناعيه والتنميه البشريه، فملف التنميه البشريه ده مهم ان احنا يكون تعاون مع الجمعيات الاهليه، والتحالف طبعا مجمع كل الجمعيات الاهليه. مساء الخير على حضرتك سيادة الوزيرة أستاذ عمرو، بنرحب بيكم في مدينة العالمين الجديدة محمود جميل القناة الأولى. يمكن كان في حرص من وزارة التنمية المحلية على اختيار لجنة لاختيار القيادات سواء رؤساء المدن أو الأحياء أو السكرتير المساعد، فكنا حابين نعرف حرصكم على اختيار اللجنة دي وإيه اللي تم فيها. تقريبا حوالي 1500 كانوا متقدمين، والمعايير اللي بيتم الاختيار بناء عليها، وهل في توجيهات معينة بتتم لرؤساء المدن أو السكرتير في التعامل مع المواطنين أو الملفات المعينة في المحافظة؟ شكرا. هي فعلا احنا بدأنا اللجنة دي من 3 أسابيع. اللجنة دي لجنة عليا للقيادات بترأسها الوزير، وبيبقى فيها من أعضائها يعني بعض المحافظين السابقين من ذوي الخبرة. احنا قابلنا 1500 متقدم، ولكن كان عندنا شروط زي ما انت بتقول كده، ان ازاي نختار منهم ال 91 درجة اللي احنا عايزينها يعني. طبعا هو بيبقى فيه متقدمين من التنمية المحلية نفسها من موظفينا، وفي متقدمين من الخارج. احنا كان عندنا الشروط الأساسية ان احنا بنسمع وبنشوف فكره ايه، بيبقى عامل مشروع معين نقول له ايه مشروعك للتطوير، يعني قول لنا ايه مشروعك للتطوير، بنشوف فكره. الحاجة الثانية ان احنا بنبدأ نسأله بعض الأسئلة زي ما انت بتقول كده، ازاي يسهل على المواطن، نبدأ نشوف فكره بالنسبة مثلا للمشاريع اللي موجودة دلوقتي الدولة بتعملها. الحاجة الثانية بنقدر نقول له على توجيهات بقى اللي بنقولها، يعني ان احنا لازم نهتم بالملفات الأساسية اللي تشغل الرأي العام دلوقتي زي ملفات التصالح. الحاجة كمان ان احنا لازم التعديات على الأراضي الزراعية، ازاي نقدر كدولة نقفل بقى ملف المخالفات البناء، يعني لازم يجي الوقت ان احنا نقفل ملف مخالفات البناء ونتصالح على كل المخالفات اللي فاتت، علشان يعني المفروض ان احنا بعد كده اي مخالفات بقى احنا نتصدى ليها بقى بحزم، عشان ما تكررش تاني المخالفات. احنا عايزين ننهي الحقبة بقى بتاعه المخالفات دي. فاحنا كنا بناخد وندي معاه ونشوف هو فكره ايه للموضوع ده، ايه اللي دايما نسأله، ايه فكرك للتطوير، قول لنا ايه فكرك للتطوير. فكنا بصراحة بنقابل ناس عندها افكار جديدة، كنا بنقابل ناس بتقدر تقول لنا على مشاريع ومقترحات كويسة، مقترحات حتى للتسهيل على المواطن يعني. فده منهم بنقدر نختار مجموعة اللي احنا اخترناهم بالفعل، هي اللجنة خلصت امبارح واخترنا منهم المجموعة دي، وإن شاء الله يعني بنخلص الإجراءات القانونية اللي تخصهم وهنعلن عنهم إن شاء الله. أما بالنسبة بقى لحركة السكرتير العموم والسكرتير المساعدين، فدي هتطلع خلال ساعات، احنا هنعلن عنها خلال ساعات، وهي خلاص اتعملت يعني. شكرا. عمرو موسى قناة سي بي سي. بيتقال في المحليات إن فيها فساد كبير، بدليل ان احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت ملف القضاء على العشوائيات والتعدي على الاراضي الزراعيه، الدوله بذلت فيه مجهود كبير ودفعت مليارات الجنيهات عشان تصلح الملف ده. فعايز اعرف استراتيجيه حضرتك ورؤيه حضرتك لدعم قطاع التفتيش في الوزاره للقضاء على الفساد في المحليات في مختلف القرى والمدن المختلفه، وايضا اليات حضرتك للاستماع لشكاوي المواطنين من مختلف القرى مختلف محافظات الجمهوريه. شكرا جدا لحضرتك. هو يمكن فساد المحليات ده احنا بنسمعه من زمان قوي، وهو بصراحه هي جمله بتزعلني يعني، ولكن احنا بنحاول نقلله على قد ما نقدر عن طريق الميكنه اللي انا قلت لك عليها، ان احنا بنعمل المنظومه الالكترونيه اللي ما تخليش المواطن يتعامل خالص مع الموظفين. كمان دلوقتي بقى في كل قريه وكل وحده محليه في مركز تكنولوجي، اللي هو المواطن ما يخشش خالص الوحده المحليه دي او ما يخشش الحي ده. انت عايز تتعامل بتتعامل في مركز تكنولوجي فقط. مركز التكنولوجي ده حاجة مجهزة، مركز مجهز من كل حاجة، وزارة التخطيط بتتعاون معانا فيه، بتجهزه من كاميرات، بتجهزه من أجهزة حاسب آلي، سيستم معين، إن السيستم لما أنت تطلب طلب، الطلب بتاعك إزاي توجه لأي إدارة موجودة في الحي. فده بيخلي شوية إحنا قدرنا نقلل شوية الفساد. يمكن في الفترة اللي فاتت، أنا يمكن بشتغل في المحلات بقالي 10 سنين، لا الحاجات الجديده اللي اتعملت دي
قللت شوية موضوع الفساد اللي احنا بنتكلم عليه. الحاجة التانية احنا زي ما انت بتقول كده نسهل على المواطن، هو دي طريقة من طريقة التسهيل على المواطن. كمان لو الشكاوي، احنا في كل دلوقتي محافظة عندها صفحة على الفيسبوك، الصفحة اللي على الفيسبوك دي ممكن انت تحط الشكاوي بتاعتك فيها. حاجة تانية في ارقام واتساب عشان كل بتتعلن على الصفحة برضو، عشان المواطن اللي عنده شكوى يتواصل مع المحافظة على الشكوى. في دلوقتي الخط الساخن لشكاوي مجلس الوزراء، ده موجود برضو، بتجيلنا الشكاوي دي بنرد عليها. الحاجة التانية ان في كل محافظ بيبقى عنده يوم اسمه خدمة المواطنين. اليوم ده المحافظ بيكون موجود هو القيادات بتاعته، بيقابلوا عدد من المواطنين اللي بيكونوا موجودين في المحافظة، بيحل لهم مشاكلهم. فدي كلها وسائل قدرنا نعملها عشان الشكاوى، عشان لو حد بيتعرض لابتزاز او لفساد او كده بنقدر ان احنا نتواصل معاه ونحل له مشكلته. وعن طريق برضو لو انت اشتكيت عن طريق صفحة مجلس الوزراء برضو بيبعت لنا الشكوى وبنرد عليها. مساء الخير، برحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ عمرو. في البدايه عايز اسال، انا محمد الجباس، حابب اسال حضرتك عن خطه الوزاره لتنميه الموارد الذاتيه وتوفير فرص العمل، بالاضافه طبعا يعني مع التوجه العام للدوله لدعم الصناعه، خطه الوزاره لدعم المشروعات متناهيه الصغر والمتوسطه طبعا بتوجيهات او بالتوجيهات مع الساده المحافظين. احنا عندنا في وزارة التنمية المحلية في مبادرتين موجودين، في مشروعك ده بيقدم قروض للشباب وتسهيلات كتيرة جدا، رخص مؤقتة لو انت عندك محل عايز تجيب فيه، تاخد كارد عشان تجيب فيه تتاجر فيه يعني وتجيب فيه حاجات، بنديك الكارد وبنطلع لك رخصة مؤقتة، بنعمل لك تسهيلات جامدة جدا وبنبدأ نتابعك، وبعد كده الكارد دوت بيبقى بفوائد قليلة جدا. كمان لو انت عايز مشروع اصلا، فكرة مشروع اصلا عندنا برضو حد يقدر يقول لك على فكرة المشاريع دي. في كمان تنمية القرية ليها برضو مشاريع صغيرة ممكن تكون حدودها أصغر شوية من مشروعك، مشروعك بيوصل حدوده أعلى عالية جدا، ولكن تنمية القرية ممكن مشروع بسيط قوي مثلا للسيدات في الكرة أو للشباب. بنتعامل مع بعض البنوك علشان القروض دي. كمان احنا في عاملين مناطق صناعيه، ودي طبعا وزاره الصناعه، في مناطق صناعيه موجوده في كل محافظة. الحاجة التانية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيتعامل مع المحافظة، بنطلع الرخص معاه، بنسهل عليه أمور كتيرة، بيقدر بيعمل مبادرات للشباب وبيقدر يعمل ليهم فكرة مشروع، وكمان يديهم الكارد بتاع المشروع بفايدة برضو قليلة جدا. احنا بنحاول في نساعد الشباب بمشاريع كتير من أصغر مشروع إلى أكبر رقم ممكن تتخيله. الحاجة التانية إن احنا برضو في المحافظات مع المجلس القومي للمرأة أو مع وزارة التضامن بنعمل مشاريع صغيرة للمرأة عشان تمكين المرأة اقتصاديا، بنحاول نجيب لها مكان عشان تعرض فيه منتجاتها كمان ونساعدها، وكمان بناخد السيدات دي او الشباب كمان اللي عندهم منتج او حرفه وبيعرضوها في معارض تراثنا ومعارض ديارنا. كمان انا لسه النهارده كنت وانا بزور المعرض اللي انا شفته النهارده ولقيت منتجات جميله جدا للشباب، حاجه تفرح بصراحه. قلت لهم احنا عندنا حاجه نقدر نساعدكم بيها، عندنا منصه اسمها ايادي مصر تبع وزاره التنميه المحليه. المنصه دي ان هو يقدر يخش عليها، وهي ليها موقع اسمه ايادي مصر دوت كوم، بيخش على المنصة بيعرض منتجاته، واحنا بنساعد الشباب ان احنا بنبعت لهم حد يصور لهم المنتجات بتاعتهم بطريقة كويسة، وهم يعرضوها على المنصة ويبدأ هو يسوق لمنتجاته. والمنصة يمكن ما بتاخدش منه غير حاجة قليلة جدا، يمكن بتنشر المنتجات دي على سكيل واسع جدا، ودي هي بقى لها سنتين في وزارة التنمية المحلية، واحنا بنروج ليها وبنقول للشباب برضو من خلال النهاردة المؤتمر ده ان اي حد عنده منتج او حرفة احنا بنرحب بيه على منصة ايادي مصر. شكرا ليك وشرفت بيك. شكرا ليك.